بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة مينا صوت للبرمجة. في هذا الفيديو سنحاول تنصيب سكريبت البيتون على دلفي 11، دلفي 11 راد ستوديو 11 11.3. أولا يجب علينا تنصيب البايتون بأي نسخة على الدلفي على الويندوز عفوا. أولا لدينا من الموقع الرسمي داونلود، ومن هنا نذهب إلى بايثون الخاصة بالويندوز. لدينا لينكس ماك وأذر، هنا نذهب إلى ويندوز نضغط عليها، ثم نذهب إلى هنا لنرى النسخ المتوفرة. نأتي إلى هنا ونحمل الانستالر الخاص ب 32 بت وليس 64 بت. نحن نحمل 32 بت لأننا سننصب مكونات سكريبت على نسخة 32 بت للدلفي. إذا نقوم بالضغط هنا ليقوم بتحميل، أنا حملته من قبل، يقوم بتحميل الانستالر الخاص بالبايثون الذي هو هنا على سطح المكتب، ثم نقوم بتنصيبه عادي، يعني بتنصيبه عادي. مثلا هنا أنا نصبته من قبل ولكن لا بأس أن نحاول أن إعادة تنصيبه. Next. ثم لاحظوا بيتون تروى، ثم نقوم بعملية التنصيب عادي جدا. إذا بعد أن نقوم بعملية التنصيب نأتي إلى هنا، نكتب cmd invite the command في خانة البحث، ثم نكتب python عفوا نكتب python هكذا، أعطينا النسخة المنصبة على الويندوز هنا هي نسخة 3.12. إذا بعد أن نصبنا البايثون نقوم بالذهاب إلى هذا الرابط، وستجدونه إن شاء الله في الوصف. هذا الرابط به الباكاج أو الحزمة الخاصة بالسكريبت. إذا نقوم بتحميله داونلود من هنا، ويقوم بتحميل الحزمة التي هي هنا. إذا نقوم بفك الضغط عنها ونضعها في مكان، يعني مكان في مسار معين. مثلا نحن هنا وضعناها في المسار بروجرام امبركاديرو ستوديو ثم كومبوننت، ووضعناها هنا. ها هي الحزمة. كل ما يهمنا في هذه الحزمة هي الباكاج، أولا الباكاج والسورس، الباكاج والسورس. في الباكاج نجد FPC وهو خاص بلازاريوس، والريسورسز طبعا هي صور خاصة بالأيقونات، ولدينا الدلفي، لدينا الدلفي ريو، يعني من ريو وننزل، يعني هنا تلاحظون 10.3 ناقص، يعني من ريو 10.3 وننزل نستعمل هذه الحزمة، ومن دلفي 10.4 فما فوق يعني بلاس نستعمل هذه الحزمة. نحن على دلفي 11.3 إذا نستعمل هذه الحزمة. نأخذ المسار هذا، لاحظوا نأخذ المسار هذا كما تلاحظون، هذا هذا مسار التنصيب. إذا نعود إلى الوراء قليلا ثم إلى هنا وإلى هنا، نأخذ المسار سورس. في المسار سورس نجد جميع المكتبات السورس، يعني مكتبة الباس، يعني باسكال الخاصة بهذه الحزمة. إذا لدينا كذلك الافمكس الخاصة بالفاير مونكي، ولدينا الفي سي ال كذلك هنا
هذه الحزم الخاصة بهذا أو هذه النسخة من البيتون أو سكريبت بيتون على الدلفي. إذا ماذا نفعل نحن؟ نبدأ نأخذ المسارات، المسار الأول هذا، ثم المسار الثاني فميكس، نضعه هنا. أولا نفتح الدلفي، إذا نحن لدينا النسخة 10.11.3 من الدلفي بآخر التحديث، إذا والتي من خلالها سنقوم بالتنصيب أو تنصيب السكريبت الخاص ب يعني بالبايثون. إذا ماذا نفعل؟ نأتي إلى تولز أو أوتي تولز و أوبشنز، ونذهب إلى لانجويج، ثم دلفي، ثم بيبيوتيك أو لايبراري بيبيوتيك، ثم نأتي إلى هنا. نحن في الويندوز 32، ويندوز 32 البلاتفورم التي سنعمل عليها ويندوز 32. إذا نقوم بفتح المسارات، مسارات المكتبات. إذا لاحظوا ماذا نضع هنا. نضع أولا السورس VCL، السورس الكاملة، والسورس FMX، يعني الملفات الثلاث هذه. نضع أولا الملف FMX للناس اللي تعمل بالفاير مونكي، ثم نضع كذلك ال VCL، ناخذها ونضعها هنا، نضعها هنا ونضغط على اد، او ناتي من هنا ونضيف المسار. اذا ونضيف السورس، يعني ما يشمل المجلدين معا هنا كما تلاحظون، عفوا المجلدين معا، يعني في أسوس مجلد هذا وهذا وما يضم هذه المكتبات. إذا هذه الثلاث مسارات نضعها هنا. إذا ونضغط على أوكي ونضغط على سيف. إذا نأتي الآن إلى مسار الباكج، نأتي إلى هنا، نقوم بالذهاب إلى المسار الذي وضعنا فيه الحزمة هنا في امبركادرو، ثم ستوديو، ثم كومبوزون، ثم هنا بيتون. لدينا الباكاج، الباكاج هنا قلنا في دلفي، ونحن لدينا دلفي يعني من 10.4 فما فوق، والذي هو آخر نسخة. إذا نأتي إلى هنا، نلاحظ هناك عدة يعني امتدادات. نبحث عن الامتداد دي بي كا. إذا نأتي إلى هنا ونبحث عن الديبيكا، ها هو يعطينا ملفات الديبيكا. إذا أو ديبيكا، إذا دلفي باكاج، يعني دلفي باكاج. إذا نقوم بالبحث عن هذه الملفات وهي 7، نضغط على أوبن. يقوم بتحميلها على الدلفي لكي نقوم بعملية التنصيب. إذا تم تحميلها، لاحظوا كلها، نقوم بتصغير هذه الباكاجز. إذا لاحظوا ماذا لدينا؟ لدينا دي سي ال بايثون، دي سي ال بايثون اف ام اكس، دي سي ال بايثون في سي ال، لدينا بايثون 280 أو 28، بيتون اف ام اكس 28 و اف ام اكس لينكس، ولدينا بيتون بي سي ال 280. الاول يعني اولا قبل عملية التنصيب، اولا نقوم بعملية الكومبايل لجميع هذه الحزم. لن نقوم بعملية كومبايل الاولى هنا. قبل ان نقوم بعملية الكومبايل، وجب تنبيه الى أنه يجب تشغيل الدلفي كأدمنستراتور، يعني كمسؤول للقيام بعملية التنصيب. إذا نقوم بالكومبايل. إذا تمت العملية بنجاح، ثم كومبايل مرة أخرى للباك اف ام اكس كذلك،
ثم الباك اف ام اكس لينكس. اعتقد ان هنا سيقع المشكل. اوكي، وهنا كذلك كومبايل لل بي سي ال. اذا تمت العملية بنجاح. الان نبدأ بعملية التنصيب. اذا لاحظوا انا منصب عندي مسبقا، لذلك هنا تقومون بعملية الضغط على انستالي في الاولى، ثم انستالي في الثانية، ثم تقومون بانستالي في الثالثة هنا، وبالتالي سيقوم بتنصيب المكونات كلها. اذا هنا بعد عملية التنصيب نضغط له هنا هكذا ثم هكذا. بعد عملية التنصيب نفتح مشروع جديد ونأتي إلى خانة المكونات ونبحث على بيتون. إذا نجدها هنا، ها هي مكونات البيتون. لاحظوا كل هذه المكونات التي هي عبارة عن 7 مكونات. هذا البيتون انجين انجين، هذا البيتون تايب، وهناك بيتون موديول، وهناك بيتون دلفي فار، هناك بيتون انبوت اوتبوت، وهناك دلفي وربر، وهناك جوي بيتون جوي انبوت اوتبوت 1. كل هذه المكونات. اذا الان نذهب الى نترك هذا المشروع، نذهب هنا إلى مثلا إلى الأمثلة التي تأتي مع المشروع. إذن ونحاول أن نفتح أحد الأمثلة. نلاحظ هنا في تنفور دلفي، ثم لدينا الديمو، لدينا الديمو 1 إلى ديمو 34، وهناك خاصة بالأف أم إكس. نقوم بوضع مثلا هذا الثاني، عفوا هنا أبرير مشروع. إذا هنا المشروع مفتوح، نغلقه ونذهب إلى الـ open. نذهب إلى في هنا ديمو المشروع الثاني، وكان ريمو نكرس باسر الثالث كذلك قد تولي في شيء. نعود إلى الثاني ونضغط على اي بي ار. إذا لاحظوا هنا سكريبت لدينا هكذا، ولدينا سكريبت هنا نضع فيه العملية، وهنا يعطينا النتيجة. إذا قمنا بالتنفيذ سيظهر هناك خطأ بأن المكونات بيتون انجين غير موجودة. إذا لاحظوا ماذا سنفعل، لأن الأمثلة هذه معمولة بنسخة سابقة من مكونات البيتون، وبذلك سنقوم بعملية سيلكت لجميع هذه المكونات، ونقوم بالضغط على مشروع جديد مثلا هنا New Application VCL. نقوم بتصغير النافذة قليلا ثم نضغط على كولي، يضع لنا هذه المكونات هنا. نأتي إلى المشروع الخاص بنا بروجرام فايل وامبركادرو ستوديو كومبوننتس بيتون دلفي ديمو 2، ونبحث عن اليونت 1 لنأخذ هنا ايفاليويت سكريبت. هذا هنا نأخذ من هنا إلى هنا ونضعه في المشروع الخاص بنا كذا، ثم إلى
بوتون كليك تو، نعم هذا نوت سكريبتس. ثم نأتي إلى المشروع الخاص بنا ونضع له سكريبتس فقط من أجل التجريب. إذا نقوم بتنفيذ، إذا يتنفذ البرنامج. لاحظوا البرنامج يتنفذ evaluate script. إذا هنا eval 4 مثلا زائد 9 evaluate script يساوي 13. تلاحظون كيف يقوم بعمليات الحساب عن طريق هذا script. يعني هنا يمكنكم تجريب سكريبتات، هنا يمكنكم تجريب سكريبتات، وضع سكريبت هنا وتجريبه على الدلفي من خلال هذه المكونات الخاصة بسكريبت بيتون على أو تشغيل سكريبت بيتون على دلفي 11.3. إذا كان هذا فيديو حول عملية تنصيب وتشغيل مكونات سكريبت بايثون على الدلفي. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.